السلام عليكم، حياكم الله، يا هلا وسهلا. بالنسبه لزراعه الابراج بشكل عام، يعني خاص او فراوله او غيرها، ان شاء الله راح نسوي دوره رتبها مع انزل لكم اليوم حقها قبلها بفتره كافيه، لكن الدوره راح تكون مدفوعه التكاليف. قيمه الدوره هذه 300 ريال للمشترك عن طريق الواتساب، بحيث انها تكون محفوظه في جوالاتكم. عن التأسيس وطريقة الزراعة، موضوع المحاليل هذا ما راح يكون داخل ضمن الدورة هذه نهائيا، بس تكون كيف نزرع شتلة والمحاليل يعني نسبها، لكن تراكيب المحاليل ما راح يكون داخل معنا، ما راح تكون مشمولة الدورة هذه. فعلى أساس اللي حاب يشترك يعطينا خبر، أعطيكم رقم الواتساب إن شاء الله، وأهلا وسهلا باللي حابين يشتركون، والفائدة إن شاء الله تكون يعني مفيدة للجميع. وغير كذا على أساس أنه الأسئلة جتني كثير عليها صراحة، الأسئلة كثير والواحد ينزعج والله ويتعب، يعني ما عندنا الوقت الكافي، بحيث أنه الدورة المدفوعة ما راح يجيني أحد يسألني إلا المهتم في مجال الزراعة، زراعة الأبراج هذه. فمنها يعني نحد من زيادة المراسلات، ومنها أيضا أنه الفائدة تكون مركزة وتوصلكم المعلومة بشكل كامل. طبعا قيمة الدورة حتكون 300 ريال، وبعد كذا إن شاء الله عاد نتفق على كيف نشتغل الدورة اللي بعدها لتركيب المحاليل، وأيضا بعض النقاط الأخرى في أمور كثيرة بالزراعة.